انت قاعد امن في بيتك، انت مش امن وبس، انت عندك تنمية، عندك مشاريع ضخمة، عندك استقرار على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، على مستوى يعني البنية التحتية، عندك حجم المشاريع الضخمة وإعادة تأهيل كل البنية التحتية للدولة المصرية اللي كانت متهالكة، انت نفذته في مرحلة بسيطة جدا زمنيا، ده مش من فراغ. انت آمن انك تيجي في آخر الشهر تلاقي مرتبك. في بعض الدول، انا آسف يعني، انت في ناس سابت بيوتها وسابت حالها ومؤسساتها وهجرت، بقت في خراب. يعني ما يحدث اللي بيقعد يقول لك احنا اصل احنا افضل من سوريا طبعا انت افضل من سوريا والعراق، انت ما بتشوفش يعني اللي موجود في سوريا والعراق. كفايه تدمير البنيه الفكريه والثقافيه للمجتمع، ما دي برضو احد المخاطر. هو طول الوقت عايز يشتغل على هدم مفردات الدوله الوطنية والمصطلحات اللي حضرتك مؤمن بيها، ان لازم يبقى في دولة. هو طول الوقت عايز يشغلك على ايه؟ يقول لك ان مفيش حاجة اسمها دولة، في حاجة اسمها الخلافة الأممية الإسلامية او الأممية الأصولية، دي المظلة ده انتمائك لهذه المظلة، فبيخرجك من إطار الدولة اللي انت مقيم فيها لإطار مظلة اكبر، وبيخليك تعادي الدولة التي أنت منتمي ليها، الدولة الوطنية في هذه الحالة، الدولة الوطنية. عشان كده بترفع في وجهها السلاح. فهو هنا الخطورة من كده، هو طول الوقت عمال يلعب بهذه المفردات، بهذه الطائفة الممتنعة. أقول لك من امتنعوا عن تطبيق الشريعة. طب هو مولانا حجم اتفاق يعني القانون أصلا المصري، يعني في دراسة حتى الأزهر الشريف طلعها عن توافق القوانين المصرية جملة مع أصول الشريعة، يعني حتى البعض وصفها قال لك إن لم تتفق نصا تتفق تأويلا. حلو. ليه؟ لمصالح الناس. وخليني بقى يعني في جزئية كده أنا حابب أتكلم فيها في مفردات تصحيح الخطاب الديني. عندي ثلاث دقايق. ماشي. تصحيح الخطاب الديني، هو طول الوقت يقول لك يعني معلش انا برى ان الدين صالح لكل زمان ومكان او مصلح لكل زمان ومكان. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق يعني كل هذه الازمنه مش مختلفه؟ طبعا مختلفه. طيب البقعه الجغرافيه، انت احنا في زمن واحد اهو، لو رحت العراق او رحت سوريا العادات والتقاليد مختلفه. طبعا. الأنماط كلها مختلفة، فمعنى ذلك إذا كان هذا حجم هذا الاختلاف ماشي، وهو الدين يصلح لهذه الاختلافات، فأصلا الدين متجدد في ذاته. يعني إيه؟ يعني هو قابل للاجتهاد، يعني باب الاجتهاد صفة أساسية في الدين. هنا هتيجي القاعدة الأولى، أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهي هنا قصة بقى الانغلاق على الموروث. حضرتك لا تقدس تأويلات الآخرين. ليه؟ زي ما بنقول كده، فكرة إن هذا الدين أو هذه المنظومة الأخلاقية والقيمية لابد أن تكون في مصلحة الناس. إن لم تتفق مع مصلحة الناس فهي غير صالحة لكل زمان ومكان. بالتأكيد.